ولهفتى على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد. بادي الظنايا يا يشكو على عار المطاء، عض القيود ونهشة الأقتاد. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد؟ قلبوه عن نطع مسجى فوقه، فبكت له أملاك سبعي شدادي. ويصيح واذلاه: أين عشيرتي؟ وسرات قومي أين أهل ودادي؟ أين الكمات وأين جدي حيدر؟ مرد القروم وقاتل الأسادي، منهم خلايا تلك الديار وبعدهم دور خلية كلها. يوقف من دار إلى دار الإمام، منهم خلايا تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي. أترايعون لنا الزمان بقربهم؟ كلنا فقدنا، ما يعودون يا سيدي، دفناهم تحت التراب ما يرجعون. أترايعون لنا الزمان بقربهم؟ هيهات ما للقرب من ميعادي. أنا قدين ما لي قوة، قدين ما لي قوة، قد وثقيل وجمعة، قدين مالي. أنا عليل وفاقد، وش إلكم تضربوني؟ كل ما طلبت الراحة قدو ثقل زدتوني، قد نحز بساقي وقد يدن ثقيل وجمعة، قدن ما. وانا الشفيع واحد
والدي وراعي الشجاعة عمي وانا علي الأكبر بذر الكمال التام قد أكل من لحمي وقد شرب من دم قد ثقيل وجمع قد والله سمعنا العليل مرضونا ولو رايا يا 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 دراحة والله راحة والله ما يألمونا ما سمع ما شفنا العليل يألمونا وبس يا 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 تخشنا يضربونا ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون روي عن مولانا وحبيب قلوبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى فليقم زين العباد فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف صدق نبينا وحبيبنا وشفيعنا النبي محمد الحديث أيها الأحبة في شيء من سيرة إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله عليه وقبل أن نلج في هذه السيرة المباركة هناك موضوع أمر لا بد من الإشارة إليه كمقدمة وهو أن الصورة العامة الإجمالية اللي يحملها معظم الناس عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هي صورة المريض العليل المكسور المهزوم الذي لا يقوى على القيام بشيء يعني صورة العليل أي واحد اليوم لما يذكر أمام الإمام زين العابدين يشوف الكثير من الناس العقل يستدعي صورة العليل صورة المريض مع أن علة الإمام سلام الله عليه قياساً بعمره الشريف مدة بسيطة جداً عمر الإمام كم؟ اختلفت الروايات رواية تقول عمره 56 سنة رواية أخرى تقول عمره 58 سنة ورواية ثالثة تقول عمر الإمام 60 سنة باختلاف تاريخ المولد الشهادة عن المشهور أن الإمام عليه السلام استشهد في سنة 94 للهجرة المولد اختلف فيه المؤرخون واحد يقول ولد الإمام سنة 34 للهجرة آخر يقول 36 وثالث يقول 38 فإذا عمر الإمام بين 56 إلى 60 سنة
هذا المرض الذي حل بساحته لم يتجاوز يعني في أقصى التقادير مدة شهرين أيها الأحبة، ما ممكن بعد يتجاوز أكثر، شهرين أقل شوية أكثر شوية، بس هذه هي مدة مرض الإمام سلام الله عليه. المرض الذي نزل بالإمام شنو هذا المرض؟ بعض يتساءل هل هو حمى مثلاً؟ احنا نستفيد من الروايات الواردة عن المعصومين أيها الأحبة، لما نقرأ سيرة كربلاء وسيرة الإمام زين العابدين، المرض الذي نزل بالإمام هو أشبه ما يكون اليوم بالتجفاف أو الجفاف، أي أن المعدة لا تقبل الأكل، ما تستفيد منه أو ما تقبله، تطرد أساساً، هذا مرض الجفاف. وإن كان ابن شهر آشوب وبعض المؤرخين أشاروا إشارات إذا تروح في التاريخ أن الإمام عليه السلام جرح في كربلاء قبل يوم العاشر من المحرم في معارك الماء، أكو في بعض الروايات موجودة أن الإمام زين العابدين شارك في معارك الماء وجرح، وعلى أثر هذا الجرح صار في هذا المرض، موجودة رواية عندنا. بس يعني المرض بشكل إجمالي إلا حل بالإمام هو هذا المرض أيها الأحبة، مرض الجفاف في ذاك اليوم، مو مثل هذا الزمان اللي يصيده جفاف يودون المستشفى يخلون عليه مغذيات سيلانات وهذا يعوضون النقص، نقص السوائل ونقص الغذاء اللي فقد هذا الجسم يعوضون بهذه الطريقة. الأول لا، الأطفال إذا أصيبوا تحديدا بمرض الجفاف أو التجفاف يموتون تلقائيا، يموتون من هذا المرض. الكبار شوية اللي عندهم جلد إما أن يموت بعد، وإما أن تبقى فيه عاهة أو مرض لأن البدن يظل ضعيف ما يقوى على الحركة مدة، وإما أن يشفى منه. فهذا المرض الذي حل بالإمام في كربلاء أيها الأحبة مدة يعني ما تتجاوز من، خلينا نقول بعضهم قال يوم الحادي، يوم الحادي من المحرم، بعضهم قال يوم التاسع من المحرم، خلينا نقول في محرم هو مرض قبل يوم العاشر من المحرم. المرض يعني طالت مدته شوية هالشهرين أكثر أقل شوية، لأن العذاب اللي حل بالإمام مو شوية بعد، من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، هذا السبي، الجامعة، الأغلال، القيود، الضرب اللي حل بالإمام، التعب، لأن المريض يحتاج راحة ما يحتاج تعب بعد حتى شوية يشفى، فطالت مدة المرض بسبب هالعذاب الذي تعرض له الإمام عليه السلام. أمر آخر، كما تعلمون أن مرض الإمام إليه غاية حتى يسقط الجهاد عنه، لأن لو كان الإمام صحيح لابد أن يدافع عن إمام زمانه، تفنى النفوس إذا تعرضت حياة المعصوم للخطر، تفنى النفوس من أجله. النبي صلى الله عليه وآله أكو حديث عنه يقول لا يكون أحدكم مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه، ولذلك هذا الحديث يعني يخلينا في موقف الواحد يتساءل يقول أنا علاقتي بالمعصوم شنو علاقتي؟ هل روحي أقدمها على روحها؟ أبخل عليه بنفسي؟ أبخل عليه بأموالي؟ لأن النبي يقول لا يكون أحدكم مؤمنا حتى أكون أحب إليه من نفسه، تقدم المعصوم. ولذلك الإمام الحسين في واقعة كربلاء إذا تقرون بعض التفاصيل التفت إلى بعضهم قال إذا ما تريد نصرتي اطلع من كربلاء، لأنك إذا سمعت الواعية وجبت عليك النصرة، ومن سمع الواعية، هذا عن الإمام الحسين سلام الله عليه، ولم ينصرنا أكبه الله على وجهه في النار. الدفاع عن المعصوم واجب إذا تعرض حياته إلى الخطر، فحتى يسقط الجهاد عن الإمام سلام الله عليه شاءت القدرة الإلهية أن يحل بساحته هذا المرض، وحتى يحفظ من بني أمية يعني، ويحفظ من الأعداء، لأن أرادوا قتله كم مرة، يعني عبيد الله ابن زياد أراد قتله، عمرو بن حريث قال هذا في مرض اتباعد عنه، معدي بعد يمكن هالمرض، إنما به يكفيك، خلي يموت من المرض يتعذب أكثر أحسن إليك. فأعجبت الفكرة عبيد الله ابن زياد، وإلا هو كان اللعين يريد يقتل الإمام سلام الله عليه، يقتل الإمام. فهذا بخصوص مرض الإمام. هو ليش صارت الفكرة الإمام مريض وعليل؟ يعني إحنا أتباع مدرسة أهل البيت عندنا بعض الأمور نربطها مع بعضها البعض، إذا صار عندنا واحد مريض نتوسل، نقول بمريض كربلاء، من باب التوسل يعني، مثل الإمام الكاظم سلام الله عليه بعد نتوسل به لهالغرض، لهذا الربط. ف
فبسبب يمكن هذا التوسل والمرضى يتوسلون بمرض الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، صارت الصورة الغالبة عن الإمام أنه مريض عليل. هو مريض بس في هذه الفترة أيها الأحبة. هذه المقدمة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا نقرأ سيرته قام بأدواره على أتم وجه، الدور العلمي، الدور الاجتماعي، الدور السياسي وغيرها من الأدوار. يعني على المستوى الاجتماعي مثلا، نمر سريع على بعض الأدوار ونحط الرحال أخيرا في شيء من الحياة الأسرية للإمام السجاد سلام الله عليه. نريد شوية نتكلم عن حياة الأسرية وأبنائه، خصوصا هذا الجانب ما يتطرق إليه كثيرا مع أنه مهم للغاية. ليش مهم للغاية حياة الإمام الأسرية؟ لأنها أقرب شيء إحنا ممكن ننفذه، ممكن أن نقتدي به. صحيح العلم نقتدي بعلم الإمام، بس وين نوصل إلى علمه؟ نقتدي بعبادته، بس عبادة الإمام وين وعلاقته بالله؟ الجانب الأسهل لتطبيقه أنا وياك كيف ربى أولاده وكيف تعامل مع أسرته، هذا الجانب الأكثر ممكن نطبقه أيها الأحبة. الجانب الاجتماعي، كتب أهل العامة تنقل، مو كتبنا، أن الإمام سلام الله عليه كان يعول في المدينة 100 بيت، وبعض الروايات تقول أكثر من 100 بيت. يعول يعني شنو معنات يعول؟ يعول يعني مثل ما أنت تصرف على أولادك وتوجب عليك زكاة فطرتهم، كذلك الإمام يعول هذه الأسر بهالمعنى، بنفسه أو يستعين بغلمانه ويستعين ببعض أصحابه، لأن 100 بيت مو شوية. البيت الواحد كم فيه؟ على أقل التقادير مروح، لأن ذاك الزمان مو مثل زماننا أكو تحديد للنسل أجيب لك 1 2، لأن هذا الزمان غربال. يعني من تجيب إليك مولود تبدأ المصاريف على راسك، ادخل على الطبيب تطلع ما أدري بكم، تروح صيدلية ما أدري تطلع بكم، وتطلع عليك هالموديلات وما أدري شلون ولادته يبغى لها حفلة وما أدري شنو يبغى لها حفلة. يعني ما يشبه هذا إلا من زمان أنت شاب راسك كله بعد. فذاك الزمان كان المطلوب اكثار النسل، حتى احنا نتذكر، يعني تتذكرون ابائنا واجدادنا البيت الواحد كم في؟ ما شاء الله، في ما شاء الله. فذاك الزمان يعني اقل التقادير يقول المؤرخ، خلينا يعني نفترض ان البيت الواحد في 6 على اقل التقادير، الزوج والزوجه والابناء. 100 بيت يعني كم واحد يعول الامام؟ هذا اقل التقادير 600، يعني 600 هذا الشيء مو سهل. ما انتهت الروايه، ما انتهت الرواية أيها الأحبة، التفت، مع أن الإمام السجاد عليه السلام أكو قول مأثور عنه، ما بمكة والمدينة 20 من محبينا. يعني الإمام يعول من؟ يعول محبين، حتى أعداء بعد يوصل إليهم سلام الله، حتى أعداء. هذه ترى أخلاقيات مدرسة أهل البيت. وشلو اللي يميز أهل البيت عن غيرهم؟ الأخلاق، المعاملة. أعاملك أنت كصديقي كأخي مثل ما عامل عدوي، هذا اللي جابهم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله، ولو كنت فضا غليظ القلب انفضوا من حولك. الأخلاق، 20 بيت من محبينا، يعني المحب هني بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام أيها المؤمنون. يعني اللي يوالي الإمام ويتبرأ من أعدائه، مو المحب اللي يقول أحب الإمام وكيف، لا لا، من يتابع الإمام، من يشايع الإمام، من يبايع الإمام، يوالي الإمام، هذا اللي يقصد الإمام. وسواء كان هذا الرقم هو رقم دقيق أو رقم تقريبي، يعني في الرواية بعد يعطينا الفارق بين ما كان يصنعه الإمام والأجواء اللي كانت بالمدينة المنورة. هذا جزء يعني شذرات من الدور الاجتماعي للإمام سلام الله عليه. الدور العلمي، اقرأ عن دور الإمام العلمي. الإمام سلام الله عليه في زمانه بدأ علماء المسلمين يفيدون إليه من الشيعة وغير الشيعة. يعني مثلا فقهاء المدينة 7 الذين تنتهي إليهم الحلق والمسائل كانوا يأخذون علمهم من عند الإمام. يقول المؤرخ، يوم من الأيام هذول الفقهاء اجتمعوا ليناقشوا أنواع أو أقسام الصوم. واحد قال تعرف أكو صوم واجب، أكو صوم مستحب، أكو صوم مباح وهكذا. أكو واحد قال أكو 7 أقسام، أكو واحد قال لا 4 أقسام. اختلفوا فيما بينهم، دخلوا على الإمام سلام الله عليه.
قال فيما كنتم؟ يعني شنو تناقشون بينكم؟ قالوا يا ابن رسول الله كنا نتناقش في أقسام الصوم وإلى ما أفضيتم. يعني شنو النتيجة؟ قال واحد قال ستة، واحد قال سبعة، واحد قال ثلاثة، واحد قال ثمانية، وهكذا. فما تقول أنت يا ابن رسول الله؟ قال أما أنا فأقول إن الصوم ينقسم إلى 40 قسما. 40 قسم. وبدأ الإمام عليه السلام يفصل لفقهاء المدينة كل نوع من أنواع وأقسام الصوم، فكانوا يفيدون إليه من أجل أخذ دينهم ومسائلهم اللي يتحيرون بها، يجون إلى الإمام عليه السلام. أكثر من ذلك، أكو عالم في ذاك الزمان يسمونه الزهري. الزهري هذا كان قاضي القضاة في الدولة الأموية القسم المرواني، بعد ما انتهى الفرع السفياني وبدأ الفرع المرواني، هذا كان قاضي القضاة عندهم، يسمونه الزهري، مسلم الزهري بن أحمد الزهري. يقول بعض المؤرخين من علماء مدرسة العامة، يشيك لي الاسم، هو أحمد الزهري لو مسلم الزهري؟ زين طلع تلفونك، زين زين شيكه. بعض العلماء يقول أنه لم يكن في زمانه أعلم منه على وجه الأرض، هذا بعض اللي هو علماء مدرسة العامة، ولهم ما يقولون يعني أعلم أهل زمانه، ما أدري شلون كيفهم يعني. أما نحن فنقول كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يقاس بآل بيت محمد أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه. ومثل ما قال الإمام الصادق لاثنين من العلماء، قال لهم: شرقا غربا فإنكما لن تجدا علما إلا في مدرسة آل بيت محمد. فهذا الزهري يقولون أصاب دما بغير حل، قاضي وحكم على واحد بريء مسكين وراح دمه. فيقول المؤرخ أصيب هذا القاضي بحالة نفسية، تأثر يعني نفسية، فانقطع عن عمله، انقطع عن عمله. أشاروا إليه البعض، قالوا إلى روح إلى الإمام زين العابدين شوف شو يقول إليك. والمشكلة بعد إذا عالم ما عنده علم كفاية ويفتي، هذه مشكلة بعد. فدخل على الإمام سلام الله عليه، فلما الإمام سمع حالته وشاف وضعه، قال: إن يأسك من رحمة الله أعظم مما أنت فيه. واحد ما يأس من رحمة الله عز وجل. وبدأ الإمام سلام الله عليه يحدثه حتى رجع كأول الأمر، يعني تخلص من هاي الضغوطات النفسية اللي عنده. مع أن هذا الزهري أيها الأحبة يعني ينقلون عنه أنه لم يعطي أهل البيت حقهم، يعني ما أعطى أهل البيت حقهم، مع ذلك الإمام ما بخل عليه بعلمه. هذا الجانب العلمي، فالإمام صلوات الله عليه الجانب الاجتماعي، الجانب العلمي، حتى الجانب السياسي في مسألة مثلا وقعة الحراء، الإمام كان إليه دور عظيم. الإمام عليه السلام، الإمام هو الذي خلص أهل المدينة من مسرف ابن عقبة لعنه الله، خلصهم منه، وإلا كان المخطط أن يتحول أهل المدينة، هو يجيبهم، كان يجيبهم عند واحد واحد وعند أوراق عبودية، أن تقر على نفسك بأنك قن عبد، ويطمغون كما تضمغ البهائم، يخلون عليه ستام مثل ما يسوون إلى البهائم، إلى أن لحق الإمام عليهم، جلحق عليهم الإمام سلام الله عليه. تقولون لما دخل عليه كان يزبد ويرعد ويتوعد الإمام عليه السلام، فلما دخل الإمام أخذ يرتعش في مكانه، يقول المؤرخ من قرن إلى قدم، أجلس الإمام إلى جانبه: ألك حاجة يا ابن رسول الله؟ قال: حاجتي في هؤلاء، دع أهل المدينة عاد خلاص، اللي قتلتوهم مو شوية في هذه الواقعة، روح اقرأ الطبري وغير الطبري، مو من فقهائنا ولا من مؤرخين، شوف شو يقولون عن وقعة الحرة وماذا صنع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
فأهل المدينة كلهم يدينون إلى الإمام بالفاضل، كل أهل المدينة، يعني جابر هذا الصحابي الجليل يقولون فر من المدينة، أخذوا أهل كلهم، أخذوهم كلهم رهائن، أرسل إلى أم سلمة رضوان الله عليها، قال إن هذا الطاغية يتوعدني وأخذ أهلي فماذا أصنع؟ قالت له عود، وإلا ترى ما يسلم واحد من أهلك. فما قصر ويا أهل المدينة الإمام سلام الله عليه، لا من الجوانب الاجتماعية، لا من الجانب العلمي، حتى من الناحية السياسية. اجي إلى أسرة الإمام سلام الله عليه. الإمام عليه السلام إذا نقرأ في الروايات وفي التأريخ عند من الأبناء بين ذكر وأنثى 15، الإمام عليه السلام 4 إناث و11 من الذكور، وعند أبناء يعني قامات عظماء للغاية أيها الأحبة. الزوجة الوحيدة الحرة عندها هي فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه، وهذه امرأة عظيمة. يكفي أن الإمام الصادق يعني يشهد سلام الله عليه في حق جدته يقول كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، يشبهونها بفاطمة الزهراء سلام الله عليها في العبادة في العظمة. وأيضا هذه المرأة العظيمة تشبه بفاطمة الزهراء من ناحية أخرى، أنها حفظت نسل الإمام الحسن في الأئمة عليهم السلام. اليوم إحنا لما يسألون أجداد الأئمة من الإمام الباقر إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، من هم أجدادهم؟ الحسن والحسين، مو بس الإمام الحسين، لا حتى الإمام الحسن. الإمام الحسين من ناحية زين العابدين، والإمام الحسن من ناحية فاطمة بنت الإمام الحسن، فهذه كان نسل الأئمة منها ومن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ونقرأ بعض الروايات يعني موجودة في التاريخ أن هذه المرأة العظيمة كان لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، ويذكر بعض المؤرخين مآثر ومعاجز أجر الله هذه المعاجز على يديها، وهذه نخليها في جملة اعتراضية. يعني الله تبارك وتعالى ما يعطل هذه السنن الكونية ولو للحظات من أجل أي إنسان، يعني إلا أن يكون هذا الإنسان وجيها عنده قريب إلى الله تبارك وتعالى منزل عظيمة جدا، وإلا ما يجري المعاجز على يده. أكل بعض يجي اليوم يشكك يقول حتى بعد أمهات الأئمة خليتوا لهم معاجز. نقول مشكلة الإنسان شنو أيها الأحبة؟ إذا أنا بقيس عبادتي بعبادة هؤلاء بضيع ترى، إذا أنا بقيس علاقتي بالله بعلاقتهم بالله ما بوصل إلى نتيجة. يجي واحد يقول أنا حتى رؤية من رؤية الصالحين ما أشوف، من صغري إلى ما قريب باموت ما شفت رؤية من رؤية الصالحين. أقول له يا حبيبي أنت وين تشوف رؤية من رؤية الصالحين وما تموت وما تنام إلا بطنك مترين من الأكل؟ ما يصير. أنت زين وتعيت من الصبح ما مت، قلت بتشوف رؤية من رؤية الصالحين، وشنو الأوراد وشنو العبادات وشنو العلاقة اللي مثلي أنا وأمثالي اللي بيني وبين الله تبارك وتعالى؟ وش عندي أنا؟ صلاة الواجبة زين، الله بعد سبحانه وتعالى الله كريم ويقبلها من عندي بعد. فإذا إحنا إذا قسنا مستوانا وعلاقتنا بالدنيا وتشبثنا بالدنيا وعلاقتنا بالله ما راح نوصل إلى نتيجة. فعلى أي حال هذه المرأة العظيمة الجليلة هي أم الإمام الباقر سلام الله عليه، ويكفي الإمام الباقر باقر علوم الأولين والآخرين، ما راح نوقف عنده لأن الإمام الباقر له مناسبات وله حديث، وتعرفون الإمام الباقر عليه السلام. بس أكو بعض النماذج من أولاد الإمام السجاد عليه السلام، ربما أقول ربما الواحد ممكن يسمع بها للمرة الأولى. هذا خليص الإمام الباقر من أمة اللي هي فاطمة بنت الإمام الحسن، ولد اسمه عبد الله الباهر، هذا ولد الإمام السجاد عبد الله الباهر، سمي بالباهر لقب بالباهر لعدة أسباب. أولا لجمال وبهاء طلعته يبهر العيون من جماله، ثانيا علمه بعد مبهر. هذا الرجل عبد الله الباهر يروي روايات عديدة عن أهل البيت عن أجداده سلام الله عليه، يعني رواية الحدود حد السارق وغيره يرويه عن جد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه مشهورة عند علمائنا حد السرقة وغيره عن عبد الله الباهر.
هذا عبد الله الباهر ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله ينتهي إليه، حديث يمكن طالما سمعتموه وردده الخطباء وتسمعون به في المآتم. هذا عن عبد الله الباهر، شنو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أيضا من أولاد الإمام عليه السلام شخصية معروفة، زيد الشهيد. هذا زيد الشهيد أمه مو فاطمة بنت الإمام الحسن، هذا أمه جارية اسمها حوراء. يقول المؤرخ: هذه إما أن يكون المختار الثقفي المعروف أهدى ثمنها إلى الإمام أو أهداها إلى الإمام عليه السلام، وهي امرأة عظيمة. وكانت تضع بزيد بعد صلاة الفجر. يقول المؤرخ: كان الإمام عليه السلام يعقب بعد صلاة الفجر، يعني المعروف أيها الأحبة أن المستحب أن الإنسان بعد صلاة الفجر ما ينام، أكو في مستحبات لأن هذه الساعة تقسم فيها الأرزاق، ساعة عظيمة. أما أنا ومثلي وأمثالي زين أصلي يمكن حتى التسبيح أسبح على الفراش وأنا مرة ثانية حتى لحق لي ساعة ساعتين. فالإمام كان يعقب، جاء الرسول يبشره، ترى حوراء تضع. يقول: كان فقرأ القرآن، فتح القرآن قرأ بعض الآيات فوقعت عينه على الآية المباركة: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. قرأ هذه الآية قال: إنه والله زيد. هذا زيد فعلا، هذا الرجل كان مصيره أن يستشهد في زمان هشام بن عبد الملك، ورجل إليه مآثر. يعني زيد الشهيد من أولاد الإمام السجاد عليه السلام المعروفين بالعلم، لا سيما العلم بالقرآن الكريم. زيد متميز في علوم القرآن الكريم، نهل العلم من والد الإمام مدة 17 سنة وبعدين واصلها ويا الإمام الباقر عليه السلام. ولذلك إلى اليوم أكو قراءة إليه وأكو أيضا تفسير محفوظ باسم زيد الشهيد. فزيد من الشخصيات العظيمة. هذا الثاني. الثالث عمرو الأشرف. هذا بعد خلي تحت خط أو قوسين لأن شخصية عظيمة جدا. عمرو الأشرف لقب بالأشرف لأن في مقابل أكو واحد أيضا يسمونه عمرو الأطرف أو عمر الأطرف، ولد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشتان بين الاثنين. يعني عمرو الأطرف يعني مسلك ما كان ذاك المسلك كما يقول المؤرخون. يجي البعض يقول: معقول أمير المؤمنين عنده ولد مثل هذا؟ إيه معقول يا مولاي، الأولاد مثل الأرض، أكو أرض خصبة تستقبل الماء وأكو أرض أنت كل ما تعطيها ما أكو فائدة. لذلك إحنا كآباء أيها الأحبة وكأمهات المفترض أن نبذل أقصى الجهود من أجل تربية الأولاد وتعليمهم، بعدين الولد ما طلع صالح أنت ما إلك ذنب، يعني أنت اللي عليك سويته، المقدمات كلها هيئتها، هذا ولد ما عنده استقبال شو أسوي أنا بعد؟ لكن أكو بعض الآباء والأمهات أيها الأحبة أولاده يبلغ 10 وما أدري شلون، وبنته 8 و9 سنوات، تقول لي: أمه ترى ما يصلي، هذه ما تصلي بعد. قال: إلا بعدهم صغار خليهم شوية عاد، إذا كبر بيفهم. شنو إذا كبرت وإذا كبر بيفهم؟ يعني هذه اللي عمرها 9 سنوات مقضية عمرها من الصبح إلى المغرب في موضة وغير موضة ومسلسلات وهذا مو كبيرة مو صغيرة عليه، يعني الصوم والصلاة صغيرة عليها، وهذا الأساس أيها الأحبة. والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا كبر تعليم على كبر مشكلة يعني. فالإمام عليه السلام عند هذا عبد الله الأشرف الذي تولى، يقول المؤرخ، على صدقات أمير المؤمنين. شنو صدقات أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه خلال مدة 25 سنة في المدينة المنورة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصبح خليفة، 25 سنة
اشتغل فيها الإمام في حفر الآبار. حفر الآبار يعني بساتين أيها الأحبة، لما نقول بئر يعني بستان، لأن الأول الأراضي موجودة ما شاء الله، المشكلة في الماء، إذا توفر الماء صارت أرض زراعية، لذلك ينبع آبار علي، هذه كلها حافرينها أمير المؤمنين سلام الله عليه، البغيبغاء وغير البغيبغاء، بساتين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل استشهاده أوقفها أمير المؤمنين صدقة، اللي يتولاها لازم يكون بوصية أمير المؤمنين من أولاد الحسن والحسين، لازم من أولاد الحسن والحسين، لذلك هذا عبد الله الأطراف ما إلى حق في إدارتها، يستفيد منها بلا. فلما تولى مسؤوليتها عمرو الأشرف، هذا عمرو الأطراف احتاج وساعدته الدولة الأموية في احتجاجه على عمرو الأشرف، لأن ما يبغون تصير موارد مالية في أيدي أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا عمرو الأشرف تولى صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه، عنده ولد اسمه سليمان، عنده ولد اسمه جعفر، وكلهم قامات وكلهم لهم منازل عظيمة أيها الأحبة. هذه بس لمحة سريعة عن حياة الإمام الأسرية أيها الأحبة، حتى نشوف تربية الإمام شنو أنتجت. هذا الإمام العظيم شنو خلف إلى الأمة من أولاد عظماء. الإمام له دور عظيم جدا، اليوم إحنا أدعيتنا مناجاتنا ترى معظمها من عند الإمام عليه السلام، الصحيفة السجادية تقرأ فيها دعاء الإمام. الإمام السجاد عليه السلام له دور في تصحيح مسير هذه الأمة، أخلاقيات هذه الأمة، روح اقرأ رسالة الحقوق وغيرها. أيضا الإمام السجاد عليه السلام نشوفه بذل جهدا كبيرا في تعلق الناس بالإمام الحسين سلام الله عليه، ما أراد أن يفرقهم عن الإمام الحسين، أراد منهم أن يعيشوا مع الإمام الحسين حتى تعيش مبادئ الإمام عليه السلام، لأن الدمعة والتفاعل مع المصيبة شنو الهدف منه أيها الأحبة؟ أن نرجع إلى مبادئ الإمام. أنت لما تتفاعل ويا شخص مفروض تتبعه، تأخذ منهجه، لماذا قتل، لماذا استشهد، لماذا هذه التضحية، هذه إليها إجابات أيها الأحبة. فكلما رأى منظرا مشهدا يذكره بواقعة كربلاء، يذكر الناس بهالمشاهد الأليمة، يمر على بيت يسمع زغردة نساء مولود جديد، يقعد على بابهم يبكي الإمام، يطلعون وإلا الإمام يبكي على الباب، ماذا تصنع يا ابن رسول الله، ما الذي يبكيك؟ قال سمعت بكاء هذا الطفل، وقامت النساء يأخذون من حضن إلى حضن حتى جابوا إلى حضن أمه، فذكرت أخي الرضيع في كربلاء كان يبكي بعد، بس ما حد ودى إلى حضن أمه تسقيه، ما عدنا جرعة بالماء بالمخيم، مات من العطش ما حد عطى ماء. فيظلون أهل البيت يبكون لبكائه، يذكرهم بالمصيبة. تمر عليه زفة شباب يسند الظهر إلى الجدار يبكي، الناس فرحانة وهو يبكي، ما الذي يبكيك؟ قال أتذكر أخوي الأكبر، أتذكر القاسم بن الحسن، المفروض نزفهم ويا هالشبار، وبدل زفافهم دفنتهم بيدي في التراب أنا. هذا شلون عاش الإمام بأبي وأمي؟ يمر السوق وإذا يشوف جزار، هذه الرواية اللي تعرفوها، يجر كبش أو شات إلى الذبح، هنا الإمام يطالع الجزار ودموعه جارية، يقول لي سيدي سويت شيء أذيك أنا يعني؟ يقول لي بسألك هذا الشات أنت وين مودنا؟ قال إلى الذبح، سقيته الماء؟ قال إحنا معاشر الجزارين لا نذبح الكبش أو الشات حتى نعرض عليه الماء مرارا، يعني ترونا؟ قال إيمان نذبح إلا مرتوي. قام يلطم على رأس الإمام، قال أما أنا أبويا ذبحوه كما ذبح الكبش بس عطشان،
ما حد عطى قطرة ماء، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يدخل إلى داره يقدمون الماء الزاد أمامه، يطالع الماء ودموعه تمتزج بالماء، يقولون إلي ابن الحسين بصير مالح الماء. قال وشلون أشرب لذيذ الماء وقد ذبح أبي عطشانا، وكيف أتلذذ بمطعم وقد ذبح ابن رسول الله جائعا. ينادون أبو حمزة قم لحق عاد على إمامك لا يموت، ما عدنا له باقي البقية. يدخل عليه أبو حمزة الثمالي يشوف الإمام واضع راسه بين ركبتين يبكي من المصيبة، يقعد أمامه أبو حمزة يقول له سيدي أما أنا لحزنك أن ينتهي؟ بتخلص حياتك؟ أما أنا لبكائك أن يبطل؟ أما هو القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ يرفع راس الإمام بلى بلى شكر الله سعيك يا أبا حمزة، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن أسمعت أذنك أو رأت عينك أن رب الأجساد لنا عادة؟ أبو حمزة أسمعت أن ذبح الرضعان لنا عادة؟ أبو حمزة أسمعت أن حمل الرؤوس من بلد إلى بلد لنا عادة؟ أبو حمزة أسمعت أن سبي النساء لنا عادة؟ عمتي زينب اجروها بالحبال من مجلس إلى مجلس، من بلد إلى بلد، وإذا بأبو حمزة يتمايل ويصفع على رأسه من البكاء. الله يا أبو حمزة جاي يسليني، تبكي أزيد مني أنت أشد مني؟ قال هذه المصيبة من يتحملها؟ يقل لك قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر ذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصى. خلنا نون عليه عاد، تدري ليش خلنا نون عليه؟ لأن الحين قبره عليه يعني موكب، عنده ناس يعزون، عنده ناس يبكون على قبره. انتون قاعدين بالمآتم تونون والبقيع خالي، مظلم موحش. ذيك البدور اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم قصون، أفر الساعة وسدوهم حر الترا. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، ذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح، لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النار، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شيخ. ويلي ويلي بعيني نظرت حسين
بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه ودمومه تفوق وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور كل ما طلع منا بدر بالمعركة ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاين الصدر حسين تحت الأعوجية حرقوا خيمنا خيمنا وركبوا زينب مطية شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصة بعد ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغادرية زلزلوا البيت نكس الراس دخول زينب حسرة ومن نوح اليتامى راسها أجركم الله أحسن الله لكم العزاء حتى دسوا إلى إمامنا ذلك السم النقي وصار إمامكم الغريب يتلوى على فراش الموت حان حينه ودنا رحيله لفت عليه العائلة حلقة نساء بناته يودعنا الإمام يخشى عليه ويفيق دار عين في بناته وفي نساء وقامت الدموع تخر على كريمته إجليل الإمام الباقر ها أبويا اشتد عليك الألم تبكي من حرارة السموم قال لا يا ولدي عندما نظرت إلى نسائي وبناتي تذكرت عمتي زينب راحت تبغي تودع أخوها وإذا بالسياط على متونها تبغي تبكي عليه وإذا الشمر يوكزها برمحه ما خلوها تودع يا ولدي أجركم الله قال ولدي أضجعني على فراشي وعند احتضار الموت مد رجليه وأسبل يديه قرأ شيئا من القرآن أغمض إمامكم الغريب عينيه وأطبق شفتيه انقطع نفسه وتدلت رقبته وفاضت روحه ألم المناد الواعليا راح الغريب راح مات بحزنه مات دمعته على خده على أبوه يتذكر مصايب أبوه مصايب عمته زينب شالوه خلوه على صخرة المغتسل اجي الإمام الباقر شمر عن ساعده شال أثواب أبو يريد غسله وإذا بالإمام يلطم على رأسه يلطم على صدره وينادي وأبتاه طلع من المغتسل ما تحمل الإمام قعد على الباب يبكي يجوا إليه الشيعة ها يا ابن رسول الله لا طلعت ما غسلت أبوك ما يذكركم الإمام بواحد بعد دخل يبغى يغسل وما قدر يغسل
طلع من المغتسل ما قدر يواصل التغسيل، ومن عاين أثر لسياط من هم والرممتونة يم جسمه جذب حسرات والدمعات مهتونة، واللي غسلونا ويا قاموا ليسألونا شنه صار يا باخر نشوف تزيد حسرات. يلا هيئ قلبك وياي، مأجور مأجور. قمت تقلب السجاد ومنك سايل العبرة جنك حيدر الكرار يوم الغسل الزهرة. قمت تقلب السجاد ومنك سايل العبرة جنك حيدر الكرار يوم الغسل الزهرة. حين العاين المسمار والضلعين من كسرى ذكرت مصابها جناك وسالت بعد دمعاتك. الله يرحم الملة العرب، يرحمها الشعراء. ويلي قالهم نعم عذروني يا شيعة لو ذكرت أمي. هذا مثلها ترى، أمير المؤمنين يبغى يغسلها لمس ضلعين وأثر السياط على متونها. وهذا بعدها الغريب، آثار السياط على متونه، آثار الجامعة على صدره، على عنقي، على قدمي. حزت أبويا حز يا شيعة. قالهم نعم عذروني يا شيعة لو ذكرت أمي ولو سالت عيون دموع يا محبين من دمي. آثار الضرب بمتون أبويا زيدن همي. الله يا غريب الدار علي أوحش الدارك. غسله كفنه وضعه على سريره. قوموا يا الهاشميين شيلوا شيلوا الإمام. رفعوا الجنازة أعلام سود منشورة، الهواشم حفوا بالجنازة. وانا مودينا قال شالوا بنعشى للبقيع أشبال وأسباع. حاطت النسوة بقبور مكسورة الأضلع. سمعا ونين ما البتول باطن القاع تنادي يا خلق الله انشعب قلبي بزفير. كشفوا لحد عني ام اطلع لابني اليوم. مزعوا قلبي مثل قلب بحر الاسم. وانا يا شيعة في عزايا ابني المظلوم ابجي على اللي بكربلاء جثة عفير. بعد ايش عندك يا العدناني؟ قال نزل ابوه بحفرته ومن القلب ذاب. لا شاف طعنه بالجسد ولا عاين صوام ولا شال حربه من الجسد ولا شلا نشاب ولا عاين من الخيل أضلاع كثيرة.